مساء الخيرات. الكلام الجاي هذا أنا يخص المرض اللي عندهم MS أو التصلب اللويحي، وأتكلم في الجانب الاجتماعي من المرض. كثير مننا عارفين التصلب اللويحي وأنه مرض مناعي، يجي خاصة في سيدات أكثر من الرجال، يجي ما بين سن 20 إلى 40 سنة. هو مناعي، يعني جسم يحارب نفسه. أسبابه الرئيسية اللي تخلي جسم يحارب نفسه غير واضحة، ما هو معروفة 100%، لكن فاهمين أنه مرض مناعي، يعني يتعالج بالعلاجات المناعية. والمرض يصيب الجهاز العصبي المركزي، اللي هو بس الدماغ، الحبل الشوكي والمخيخ وجذع الدماغ والعصب البصري. الحين اللي يسأل يقول لي أنا عندي تصلب لويحي، ما أقدر أتزوج أو يمنعني أن أتزوج. هذا خطأ كبير. المرض ما يمنعك أنك تتزوج لأسباب كثيرة. إذا كنت تخاف من تأثيره على النشاط الجنسي، لأنه برضو هذا الشيء يتحكم فيه الجهاز العصبي. قليل من المرضى اللي فعلا يشتكوا من صعوبة في الوظيفة الجنسية بسبب المرض، لكن هذا مش عند كل الناس، فهذا خطأ تفكر فيه، خطأ يكون عائق لك. هل تقول إنه لو تزوجت حينتقل لزوجتي؟ لا طبعا، المرض ما هو انتقل بالتعيش مع أحد مع المرض، أو انتقل مثلا بالاتصال الجنسي. الناس اللي يفكروا أكثر إنه هل انتقل لأطفالي؟ فالمرض مش وراثي. المرض يمكن يزيد شوية عند الناس اللي عندهم تاريخ عائلة أحد عنده تصلب لويحي، هو عنده المرض، قديش يفكر في أولاده ونجوهم المرض. بس أعرف كم زيادة، ما تزيد عن 3 أو 4%. يعني لو جبت 100 طفل، 4 منهم يكون عندهم المرض، كأعلى شيء، كأقصى شيء. فهذه الآن احتمالات ليك تفكر فيها أنت كذا. فالمرض مش وراثي، مو زي بعض الأمراض الثانية اللي نعرفها واللي فعلا نسبة أن تنتقل نسبة عالية. فما تخاف من انتقاله لزوجتك منك، لا تخاف انتقاله لأطفالك منك، ولا تخاف على تأثيره على الناحية الجنسية عليك أو عليك، عفوا الكلام الاثنين، لأنه يعني ما هو رياليستيك، ما هو شيء واقعي أنك تقلق منه. المريض اللي عنده تصلب لويحي يأخذ علاجاته ويتابع مع طبيب الأعصاب ويعيش حياته. في أشياء أنا أعرفها أنه يهتم فيها المريض ويتجنبها، يتجنب حنان الإجهاد الجسدي الزايد، حنان يحتاج يتجنب تغيير درجة الحرارة اللي محيطة به من برودة إلى حرارة، أحيانا يمكن يتجنب الإجهاد الذهني إذا شيء شاغل باله. لكن هذه كلها أمور دي بسيطة، يعيش إنسان حياته زي ما هو زي ما يبغى مع الاحتياطات هذه. إيش الأشياء المهمة اللي تفيدك اللي تحتاج تسويها عشان تتعايش مع المرض أفضل؟ أول شيء تفهم المرض وتفهم طبيعة المرض عشان تعرف إيش علاجاته، عشان تتجنب الأخطاء أو الطرق الثانية الخطأ اللي الناس يدعوا أحيانا أنها علاجات وهي كلام فاضي ما لها داعي، بس أنت تمشي وراهم على أنه أبغى ألاقي علاج. أحيانا المريض ما يستجيب لي علاجات من أول مرة، أو ما زال تيجي هجمات في المرض فيحتاج يغير العلاج. احنا نسميها escalating the therapy، انه يزيد العلاج يقوي الاقوى عشان يتحكم بالمرض. هذه نسبه قليله ترى، يعني الان العلاجات المتوفره الجديده والاقوى والاكثر فعاليه صارت متوفره اكثر من اول، يعني تفيد انه نكون اكثر شده احنا على المرض، انه نغير علاجات للاقوى للاقوى، ما تجي هجمات والوضع يكون طيب. بس برضو هذول المرضى ما لهم حق إنهم يظلموا نفسهم، إنه يشوفوا طرق ثانية للعلاج غير العلاج الفعال، غير العلاج موجود في المستشفى عند الأطباء، عشان ما يبيعوا نفسهم، عشان ما يرموا نفسهم لأحد يبيع لهم أفكار وهم، يبيع لهم كلام فاضي على إنه هو ده العلاج اللي هم يحتاجوه. وهذا اللي خليني نقطة أخيرة أبغى أتكلم على التأثيرات النفسية للمرض أحيانا، بالنسبة للاكتئاب، بالنسبة للقلق، هذه موجودة أشياء كثيرة. إذا أنت ما تكلمت عن أعراض هذه وقلتها، ما هيعرف الطبيب، ما هيعرف الطبيب، أحيانا يسأل أحيانا ما يسأل حسب. لكن أنت اشتكي أعراض، قل يا دكتور أنا ترى احتمال يكون عندي اكتئاب، أبغى أشوف إيش المشكلة. إيش أعراض الاكتئاب؟ قلة تشهية الأكل، ينزل وزنك يمكن مع إنك ما أكلت، وإنه نشهيتك الأكل ما هو طيب، لخبطة في النوم، تحس إنك صديق، تحس إنك تبكي من غير سبب، على أي شيء تقعد تبكي منه. في أعراض هذه تتكلم مع طبيبك عشان تعرف إيش اللي حاصل عشان يعالجها، عشان كمان تتحسن الأعراض كلها مع بعض. أكثر مرضى يسأل، أكثر مرضى مطلعين على اللي حولهم، الناس حقنا التصلب اللويحي. الشيء الجيد في الموضوع في تطور كبير خلال سنتين، خلال 5 سنوات، خلال 10 سنوات بالنسبة للأدوية التصلب اللويحي. حتى الآن تغيرت العلاج فيه أكثر من الصرع، أكثر من الإبليبسي. ليش؟ لأنه اللغز ما زال
استفهام، وما زال الناس يقربوا منه أكثر، وما زال البحث في شغال بقوة عشان يلاقوا حل. فالأمل بحول الله تعالى كبير. في النهاية في موضوع تحب نتكلم فيه أعطوني خبر. تحياتي.